يسر أهالي الديه يسر أهالي منطقة الديه وفي مقدمتهم عوائل الشهداء وفي هذه الليلة المباركة من هذا الشهر الفضيل أن نتشرف بحضور القامة الوطنية الشامخة المناضلة سماحة الشيخ أي سلمان أمين عام جمعية الوفاق والأمين على الدماء وأمين الشعب. ولنا في هذه اللحظات وقفة نعاهد الله عليها أننا على العهد باقون، لا نتنكر لشهدائنا ولا لأمهاتنا الثكلى ولا لأي تضحية قدمت من أبناء شعبنا الوفي الصابر الصامد. نعاهد الله قبل كل شيء أننا عندما سرنا في طريق ذات الشوكة نعلم يقينا أنه الطريق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وهو طريق النصر الحتمي إن شاء الله. ولذلك سنبقى على شعار أبي عبد الله الحسين المعلم الأول للثوار، شعار هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. نعم سماحة العزيز أبا مجتبى، إن لنا في هذه الأرض جذورا ضاربة في أعماق التاريخ، ودماء سقينا بها هذه الأرض، فهنا قبر أبي وقبور أجدادي، وهنا سنعيش أحرارا ونموت أحرارا ثوارا. نجدد ترحيبنا بك سماحة الشيخ، ونقول لك ونعاهدك بأن سر على بركة الله، نحن من خلفك سائرين إن شاء الله. تفضل سماحة الشيخ بإلقاء كلمة موجزة لمدة 10 دقائق إن يسمح لك الوقت. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. نعاهد بعضنا بعضا على أن نمضي على إرادة ربنا لإصلاح أمر وطننا. نشد على يدي بعض، نسير صفا واحدا. هذه المقدمة ثم الحوار، اخترت العنوان المقدمة زاد الطريق في الثورة. مجموعة من النقاط تشكل فكرة ما نحتاجه ونحن نمضي في طريقنا الثوري الإصلاحي الجاد. النقطة الأولى ونحن نمضي في طريق الثورة، نؤكد على أنفسنا، نراجع منطلقاتنا، نطابق حركتنا مع إرادة ربنا سبحانه وتعالى. لا أشرين ولا بطرين، لا نريد عدوانا على أحد، لا نريد سلب حق أحد ولا انتقاص حق أحد. نريد رضا ربنا، إقامة العدل في وطننا. المنطلق الثاني والزاد الثاني في رحلتنا، نعمل ما نستطيع وفقا إلى القوانين والحسابات البشرية. نروح، لدينا مطالب، لدينا حقوق عادلة مشروعة ضرورية
تتعلق بالبعد السياسي وما يرتبط بهذا البعد اقتصاديا واجتماعيا تعليميا. نروح نخطط إلى الوصول إلى هذه الحقوق، نخطط كيف نغير الواقع بما يلبي حاجة شعب البحرين، كل شعب البحرين، ونعمل ما في أيدينا، نعمل ما في أيدينا، تخطيط، تنظيم، عمل. فالأمر الأول نتوكل على الله، نقدم الله سبحانه وتعالى. كل عمل لغير وجه الله أبتر، ما إلى قيمة حقيقية. الموضوع الثاني، أنا الله، يعني الله قادر على أن يفعل ما يريد بالعباد كيف يشاء، لكن أنا خليتكم امتحان في هالدنيا، أنصر عبادي، أنصر رسلي، أنصر الحق، لكن لابد لهذا الحق من جنود، لابد يكونون جنود، مو أبطالية بطالية يسمونهم جنود الحق وجنود الله، يروح يشتغلون. إذا ما تشتغلون أسلط عليكم شراركم ضمن الامتحان. يعني إذا تبذلون ما في وسعكم، تخططون، تفكرون، تجارون الباطل بالأدوات المادية حتى تمشون وفقا للسنن التي وضعتها في الأرض. احنا نروح نسوي السنن، نروح نسوي السنن ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. ونحن في طريق الثورة، وطريق ثورتنا نوعه طويل حتى ننجز مرحلة التحول الأولي، وبعد أن يتم التحول بعد وراك طريق بناء، قد لا تسميه ثورة ولكن تسميه عملية بناء، وصولا إلى تحقيق الأهداف النهائية، إلى الرغبة من التغيير، يعني التغيير وراء أهداف، حتى يتحقق تغيير سياسي، حتى يجيب لنا عدالة، يجيب لنا حرية، يجيب لنا مساواة، يجيب لنا رفاه اقتصادي بحسب إمكانياتنا، يجيب لنا يجيب لنا يجيب لنا. هذا بعدها تيجي مرحلة من العمل. كل هذه المراحل من الحين إلى أن نوصل إلى ما نبتغي تمر بصعوبات، تمر بمنعطفات، تمر بلحظات ما يعبر عنها القرآن، حتى استيأس الرسل، ثوار أفراد، ثوار جماعات. كل ما مررتم بهذه الحالة استحضروا هذه المعاني. ألسنا نتحرك في سبيل الله؟ ألا نتحرك من أجل الخير، من أجل العدل، من أجل الحق؟ زين. ألا يعلم بنا الله؟ ما يعلم؟ احنا في السجون ما يدري، احنا مقتولين ما يدري، احنا في ضيم واضطهاد في بيوتنا في قراننا، ما يعرف؟ يعلم الله، يعلم. متحركين في سبيله، خالصين النية إلى، وهو يعلم بما يمر بنا، يرى حالنا، يرى ما يجري علينا، يعلم بنا. زين. موضوع ثالث، أليس هو القادر؟ هو القادر. لو حسبتها، جتك لحظات وشفت دبابات وشفت جيوش وشفت شغاب وشفت معادلة إقليمية ومعادلة دولية، أليس هو القادر؟ هو القادر يغيرها بالشكل اللي يريد، يعني يغيرها بالشكل اللي يريد. الشكل اللي يريد، هذه كلمة بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما لها حصر، ما في شيء عليها، مفتوح على الآخر، مفتوح على الآخر. كل ما بذكر الآن مجرد أمثلة تخطر في البال، في أمثلة عند الله سبحانه وتعالى تجري. يجيب حلم في الليل، يغير كل معادلة السياسة في أي بلد، حلم طرش حلم في الليل ما أكثر. شو سوى في يوسف؟ وش سوى في يوسف؟ طرش حلم أكثر ولا أقل. يبقى يطرش طيور، يطرش عاصفة،
يبقى يطرش ضيق مزاج ولا واحد يطرش ضيق مزاج، يطرش مرض يطرش مرض، يطرش ملك الموت يطرش ملك الموت. وفي مليون طريق عند الله سبحانه وتعالى يغير به الأشياء، يتحكم في الأشياء. ففي سبيله يعلم بنا وهو القادر. شو نريد بعد أكثر؟ في الثورة بكل منعطفاتها على الثوار، وإن عاشوا المحنة ألا تفارقهم الابتسامة، ابتسامة شبيهة بدعابات زهير بن القين ومسلم بن عوسجة والجماعة. ايش فيكم؟ قال ما عندنا شيء، احنا ويا بنت ويا يعني بضعة رسول الله، أقصى ما يقدرون يأخذوا منا هذا القوم هاي الدنيا، شو يقدرون يأخذوا من عندنا أكثر من هذا؟ ما عندنا مشكلة. يواجهوا الموضوع بروح منفتحة، بابتسامة، بصبر، بصمود، تاركين موضوع النصر وتغيير الأمر إلى العالم القدير، يأتي بفرجه وقت ما يريد. هنا نستشعر نفسنا السكينة والطمأنينة، هو يأتي بما يريد. في زاد الثورة نحتاج باستمرار إلى بناء صفوفنا، صفوف الثوار، صفوف الراغبين بالتغيير، صفوف المقتنعين بحاجة البلد إلى مشاركة شعبية وحكومة تمثل إرادته ومجلس يمثل إرادته. نلملم صفوفنا باستمرار، الطرف الآخر يحاول أن يقسمنا، إحنا نحاول نرص صفوفنا، نبني صفوفنا، إذا فيها أي خدش نرمم هذا الخدش. الله يحب أن يرى عبادة الذين يقاومون الفساد والانحراف والظلم، يحب أن يراهم صفا، يقول لهم لا تتفرقوا لا تتفرقوا. أسرع لكم لاستنزال النصر توحد قلوبكم، عطفكم على بعضكم البعض، احملوا النية الحسنة إلى الطرف المواجه لكم، فيما بينكم خليكم رحماء، رحماء بينهم، تعاطفوا، شدوا أزر بعضكم البعض، واسعوا صدر لبعضكم البعض، تقبلوا واحتضنوا اختلافاتكم المحدودة. في زاد الثورة نشد من أزر بعضنا بعضا. على المسؤول والقائد أن يقوم بهذا الدور، حرض المؤمنين. أنت شوف من هو وياك يا موسى، أخذ الله وياك، أنت مو مسؤول عن الباقي. يا شعيب يا فلان، شوف من هو بيجي وياك، حرض المؤمنين، حفزهم على الخير، حفزهم على العمل من أجل الإصلاح، هاي وظيفتك. بس هذه مين وظيفة القائد فقط؟ وبالواقع احنا لمسنا هذا الأمر، أباء الشهداء يحفزون الناس عندما يشوفونهم صلبين متماسكين مسلمين لرضا الله سبحانه وتعالى، يحفز الناس. امرأة مسلمة شجاعة مؤمنة عفيفة تقف في وجه النظام ظالم، تقف في وجه قوات الأمن الظالمة، تحفز الناس، تشجع الناس، تشجع الناس. كل واحد فينا يثير في محيط معين تأثير إيجابي، ويقدر أن يثير لا سمح الله تأثير سلبي. في كلمة ثبط الهمة، وفي كلمة شد الهمة. هالكلمة ممكن تطلع من طفل شاب، مو لازم تطلع من قائد، تطلع من خطيب، تطلع ما أبدا. وهيك الصورة، بناتنا يشدون عزمنا،
أخواتنا يشدون عزمنا، شبابنا أولادنا يشدون عزمنا، أبائنا يشدون عزمنا. أحنا أنا داخل أحد المؤمنين يقول لي الله الله في قضيتنا ما يشد عزمي، هذا يحاول يشد عزمي، هو يقوم بمسؤوليته أنا أقوم بمسؤوليتي، وهكذا تروح إلى أسر شهداء أسر ضحايا تقليل كذا، تجد هذا مطلوب مننا جميعا تثبيط الهمم لا سمح الله أو شيء. ها وش بنجني؟ احنا سائرين على خط محمد، خط أهل البيت، خط المصلح، إلا جنوب بنجني ايش يكتب لنا الله، ايش يكتب لنا، ايش كتب لهم الله يكتب لنا، راضين بالله يكتب لنا الله سبحانه وتعالى، راضين بالله يكتب لنا. لو وجدنا طريق إلى الدعاء، طريق إلى الدنيا يرضي الله سبحانه وتعالى سار لك نافي، بس ما في. الناس تظلم وتقتل وتسرق أموالها وتسرق كذا، وانت تروح تشتغل في وظيفة وكأنما تشوف شيء، تشتغل في عمل وكأنك ما تشوف شيء، هذا ما له علاقة بالله سبحانه وتعالى، ما له علاقة بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، ما له علاقة بالدين، ما له علاقة بالإنسانية. في زاد الثورة نحتاج أن نتكاتف. اليوم ولد ما أعرفه قالوا هذا الولد عنده فكرة أنه كيف يسوي حراك سلمي في منطقتهم ويبقى يشوفه. قلت له يشوف الإخوان في الفعاليات مع الجمعية. قال لا لازم يبقى يشوفه. زين يلا خليه يجي يشوفه، يجي يشوفه. وقعد دردشتيها بارحة امرأة من النساء بعثت مقترح، تعال نسوي كذي كذي كذي، نطلع كذي ونتكامل. هذه الأساليب، في أساليب معروفة تقليدية موجودة، وفي شيء أنتم تبتكرونه، أنتم تبتكرونه. وخط بارليف فكرة ساتر ترابي كبير جدا، هذا الساتر الترابي يمنع القذائف، يمنع الرصاص، يمنع الكذا، وش اسمه، وكان محصن لأن بعد قدام القناة، فصاير واحد من أكبر التحصينات التاريخية بالنسبة إلى صد هجوم عسكري في الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية الثانية، خطوط معروفة مشهورة. يجي خط بارليف في ذيك اللحظة 73 يقولون واحد صعيدي عنده فكرة يحط عليه ماء حتى يخرج، فجابوا بمبات مالت الماء وشغلوها على هذا الصعيدي، جاب لهم الفكرة وشغلوها على الخط بارليف لما قدمت القوات المصرية وفتحت ثورات في خط بارليف. هات فكرة. هل الأساليب الموجودة أساليب تفكير في الأساليب السلمية، ابتكار أساليب سلمية؟ عندنا أساليب موجودة في 200-300 أسلوب. أنا مو خطيب، ما أعرف أقول صلى على محمد سووا طريق، بس ما أشوف الناس أطلع من صلى على محمد ولا الله من ذكر القائم فقام. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا رب، وعجل فرجنا بهم. مراجعة أساليبنا، فتح الحوار الهادئ البناء لتقييم حركتنا الثورية. عندنا أسلوب خاطئ نناقشه ونتراجع عنه، عندنا شعار خاطئ نراجعه ونتناقش فيه. كل الناس في قوى سياسية تحتاج أن تراجع شعاراتها ومواقفها برامجها، في قوى شبابية تحتاج تراجع شعاراتها برامجها. الشيء الصح اللي نشوف الغالبية معه، اللي نشوف فيه أرجحية، عندما نقعد بعقل بارد ونقيمه نشوفه إيجابياته أكثر نستمر فيه، إلا في سلبيات نتوقف عنها. نحتاج مسيرة يوم يومين ثلاثة، العلم عند الله سبحانه وتعالى،
ما نغض الطرف عن السلبيات التي تستنزفنا إذا كان بالإمكان تلافيها. مبدأ قائم، استمرار الثورة إلى أن تصل إلى مبتغاها، تغيير جذري يحترم إرادتنا. نريد نعيش مواطنين في بلدنا، المواطن يعني أساس مصدر السلطات. نريد نعيش بشكل حقيقي بسيط مواطنين في بلدنا، نشكل سلطاتنا، نشكل إدارتنا، نشكل إجراءاتنا في البلد. العمل بشمولية في الأبعاد المختلفة، السياسية، الحقوقية، الإعلامية، الاجتماعية، الشعبية. ما نركز على جانب واحد ونهمل جانب. في طريق الثورة وضع هذه الفكرة دائما في عقولنا، أن نحن يكون نخطط ونشد عزمنا ونشد ظهرنا، لأن إذا الموضوع استلزم سنة إحنا حاضرين، إذا استلزم 10 سنوات إحنا حاضرين، ما نتعب روحنا ونوقف. على أن شي طريق انشقه خلينا نكمل في الطريق ونخطط إلى هذا. هذا بيتحكم في برامجنا، في بعض برامجنا، أساليبنا، أدواتنا. ناخذ دراسة معقولة وسنتحرك بحيث تكون عندنا الحالة الثورية الطالبة بالتغيير، حالة جذرية مو طارئة، أساسية. الناس واجد شعوب مروها، كل الناس اللي ناضلوا من أجل القضاء والانتهاء من الاستعمار نجحوا في ذلك في سنة أو في 100 سنة. كانت هذه الروح المقاومة للاستعمار هي نتيجة الاستقلال. هذه الروح روح باقية، تروح ترفع تنجي تصير من عطفات، تنجح الاستعمار يكبس يغلق، بس في روح عامة رافضة إلى الاستعمار تنهي الاستعمار. في عندنا روح رافضة إلى الاستبداد تنهي الاستبداد. هاي سنة الحياة، هذه المحافظة على هذه الروح، تفعيل هذه الروح، برمجة هذه الروح، في يوم من الأيام في منعطف تاريخي بعد سنة بعد يومين بعد يكون أما يتحقق انتقالة جذرية كبيرة أو يتحقق بتدافعات، اليوم جزء باكر جزء باكر. الروح الثورية حفاظ على روح الثورة باستمرار وتحويلها إلى حالة. نكتفي بهذا القدر، فاتحين الباب إلى مداخلاتكم وأسئلتكم. أحسنتم سماحة الشيخ على ما تفضلتم به. إن شاء الله نحن كما أنتم وكما سماحة القائد مسلمين لأمر الله، ولدينا روح التي تجاهد الاستبداد. قبل أن نبدأ في المداخلات هناك تكريم بسيط، سماحة الأمين العام قدمه والد الشهيد وابن الشهيد محمد مشيمة. ثورة اللهم صل على ثورة نشكر والد الشهيد علي مشيمة. هناك ورود، فثورتنا كلها ورود، قدمت للدين والعزة من الشباب ورود، ولأهل قريتي من منتظر ابن الشهيد محمد ورود. سماحة الأمين العام صلوا على محمد وآل محمد.
سنبدأ الآن إن شاء الله المداخلات، نتمنى أن تكون مداخلات شفهية، وأيضا هنا لدينا أسئلة مكتوبة فليت، والأسئلة الشفهية هي المقدمة. مدة المداخلة ستكون 3 دقائق بالكثير إلى المتداخل. سماحة الشيخ علي سلمان، الناس في هذه الأيام بالروح الرافضة للاستبداد كما عبرتم منتظرة، وعيون العالم على يوم 14 أغسطس. وردتكم أسئلة كثيرة حول أنكم تؤيدون هذا التحرك أو لا، وكان جوابكم هو نؤيد أي تحرك سلمي من أي كان، بما معنى الكلام. نعم، ولكن هنا السؤال، هل لديكم تصور أو مدى نجاح هذا اليوم 14 أغسطس في روح الثورة؟ بصراحة لأن ما لست من القائمين على المشروع، فما عندي التصور واضح ماذا ينوي أن يقومون لدعوة إلى الفكرة، ما عندي تصور. والموقف وما قرأه المقدم. أسئلة كثيرة. هناك مداخلة شفهية إلى الأخ علي، فليتفضل. سيكون ميكروفون مع الأخ محمد اللطيفي. لمن يريد أن يتداخل يمكنه أن يرفع يده. تفضل أخ علي، اختصر إذا سمحت. وقف دقيقتين طافوا. السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا عندي مداخلة وجهة نظر، يعني تبدأ الحرية حين ينتهي الجهل. من المطالب المشروعة هي السلطة بيد الشعب، نحن الشعب ونمتلك كل القوى لتكون السلطة بين أيدينا، ولكن نحتاج للوعي التام في كيفية التخلص من الدكتاتورية بطريقة سلمية بلا مزيدا من فقدان الأرواح والدماء. نحن على ثقة أن أقوى سلاح سلمي وقانوني وهو حق مكفول دوليا العصيان المدني، فلماذا لا تدعو الوفاق لإضراب عام وتعمل على توصيل الفكرة بشكل واضح لجميع الشعب وتوضيح مدى قوة هذا السلاح وتوعية الشعب على أنه حق مكفول؟ فالقانون معنا والحق أيضا معنا، وهذا سلاح من أقوى الأسلحة السلمية لا شك في ذلك. بالمقابل سنهزم خصمنا شر هزيمة، لن يستطيع مقاومة هذا السلاح، سينهزم حتما في حال التزمنا بالإضراب دون خوف أو تردد. شعب البحرين الآن يحتاج لحماية من السلطة، فالسلطة تكالبت عليه، عذرا لطرح هذه العبارة. هذا واقع لا يمكن التهاون معه ولا نقف مكتوفي الأيدي أمامه، بل علينا الإسراع لإيقافه وتحويل مرتكبي الجرائم بحق هذا الشعب للمحاكمات العادلة. فقط نريد أن نلتزم ونتوحد ونتكاتف ولا نجعل الخلافات الجانبية سبباً يفرقنا، فنحن بحاجة للوقوف جنب بجنب، بحاجة لتكاتفنا مهما اختلفت آراءنا، لابد أن نتوحد جميعاً، فمصيرنا على اختلاف وجهات نظرنا مصير واحد. علينا أن نعي لهذه النقطة ونفكر جيداً، لطالما مصيرنا واحد فلنتوحد من أجل مصيرنا، نتوحد جميعا لنرفض كل من ظلمنا من أعلى رأس لأصغر رأس. في الختام أود أن أقول الوحدة والوعي والعزيمة والإصرار الحل لإسقاط الدكتاتورية، لأن في الفرقة يسهل على خصمنا أن يكسرنا ويهزمنا، والسلطة تعمل ليل نهار على فرقتنا من أجل أن تهزمنا، فلماذا نتفرق ما دام النصر لن يتحقق إلا بوحدة صفوفنا ويدنا بيد بعضنا وبعزيمتنا وأسرارنا ووعينا. بارك الله فيك أبي. الأفكار اللي طرحتها الأفكار تبدو محل توافق عام. فكرة العصيان المدني وهي من أحد الأساليب السلمية
وأحد الأساليب المتقدمة في الأساليب السلمية. عن الأسلوب السلمي يمكن يكون مقال، تجمع، هاي الجلسة، مسيرة واعتصام، إلى أن يصل إلى فكرة العصيان المدني من أجل يعني الدولة ما تجد أحد تتعاطى معها. كل أسلوب من هذه الأساليب يحتاج دراسته في الأرض التي يطبق فيها. في كثير من بلدان التحول الديمقراطي لم يتم استخدام أسلوب العصيان المدني لعدم قدرة الناس على تحقيقها، لعدم نجاحها. في البحرين فكرة العصيان المدني موجودة، يمكن تحتاج إلى ظروف مناسبة حتى تشد الناس إلى هذه الفكرة، وفي عوائق أيضا، يعني المسألة مش بسيطة، في عوائق. ولما دعا الاتحاد العام لعمال البحرين إلى الإضراب اكتشف أن في أيضا عوائق معينة، فلا بد أن تحط برنامجك بطريقة تستطيع أن تنجح بها. مشروع مشروع، أحد الأساليب السلمية وأحد الأساليب السلمية الرئيسية. متى تدعو إليه؟ لازم تقرأ إمكانيته والظرف المناسب إلى الدعوة. لا، ساعات الأمنية بسيطة بس هي، أو الرغبة أو الحساب اللي طرح في السؤال، بس الواقع أعقد في قراءته من هذا، من الفكرة عن ما تنطرح ببساطته، من تنطرح ببساطته. ما أدري، أخاف أسوي استفتاء مو محسوم النتائج على هاي الفكرة إلى بعض الآثار. نعم صباح الشيخ. هناك سؤال لا بأس بطرحه، لماذا لا تعيد سقوط النظام كما يقول السائل؟ طبعا النظام ما يريد يسقط نفسه، النظام راح يقاوم، والنظام في مقاومته راح يعتمد على الأجهزة الأمنية بما فيها ما يمكن أن يتوفر من أجهزة أمنية أيضا يعني مساعدة. وهناك قسم كبير، ما نقول شعب البحرين وإحنا نريد شيء لشعب البحرين، لكل شعب البحرين بكل مكونات شعب البحرين، سنة شيعة، موالين معارضين، أيضا هناك قسم كبير من شعب البحرين لا يرغب في هذا المعنى، لا ينسجم معه. في ظل الوضع التاريخي الحالي، لعله فكرة نظام غير نظام ملكي في البحرين تكون فكرة أرضية ما متوفرة لها، يعني الفكرة الأكثر منطقية هي تطوير الأنظمة، تطوير النظام وصولا إلى ديمقراطية حقيقية. يعني الحسابات الواحد يرجح شعار الملكية الدستورية التي تتضمن ديمقراطية حقيقية تسمح بتداول سلمي للسلطة مثل الديمقراطيات العريقة أو حتى أقل من العريقة. نعم سمعت الشيخ. في نفس الموضوع تقريبا، ألا تعتقدون أنه قد حان الوقت للضغط على هيئة الأمم المتحدة لإلزام النظام حسب ما أهدافه؟ السؤال راح باتجاه الأمم المتحدة، والفكرة تستخدم كل وسائل الاتصال الدولية من أجل توفير ما يمكن من ضغوطات لحصول شعب البحرين على حقوقه. إلا الأمم المتحدة تنص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في المواثيق والمعاهدات الدولية الأمم المتحدة تتبناها وتحطها ضمن رعايتها وتقيم الدول على أساسها، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية مقاومة التعذيب وما شابه ذلك. فالفكرة على كل المجتمع الدولي، لكن المجتمع الدولي بمراكز النفوذ مالته إلى حساباته إلى مصالحه، أو يقدر حركته وفقا إلى هذه الحسابات وهذه المصالح. آليات الأمم المتحدة ليست مبرمجة إلى التدخل في الشؤون الداخلية إلى الدول الأعضاء،
إلا في حالات متقدمة جدا تحت البند السابع بقرار من مجلس الآن. وهذا يعني في وضع مثل وضع البحرين من الصعب الوصول إلى، يعني ما يتحفز مجلس الأمن إلى الوصول إلى هذه المرحلة. يتم معالجتها بطرق أخرى، يتم معالجتها بطرق أخرى. تعرفون أن هذه الآليات ما عند الأمم المتحدة آلية ثانية، الأمم المتحدة غير هذه فكرة البند السابع. الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكن تتكلم بس ما عندها آليات إلى تنفيذ شيء. لذلك الأمريكيين قاعدين هناك ضاربين رجول شافسين ركبة، من يجي القرار من مجلس الأمن الفيتو الأمريكي يشتغل، حتى لو مو قرار يعني أدي إلى ضرر كبير لإسرائيل بس يقطعونه وانتهى الموضوع. الأمم المتحدة تنتهي الأدوات التنفيذية فيها تنتهي إلى مجلس الأمن، بدون مجلس الأمن ما في أداة تنفيذية. هذا لا يثبت في حركة في تواصل. أمين العام صرح أكثر مرة عن البحرين وضرورة الحوار الجاد وضرورة الحل السياسي اللي يستجيب لمطالب أهل البحرين وكذا وكذا، هذا زين، في هذا الحدود أمر جيد. مطلوب مزيد من الأمم المتحدة، احنا على تواصل معها. سماحة الشيخ، اليوم انتشر واتساب عن التسجيل الصوتي المسرع، وكلام يقول ان بفحواه ان ولي العهد قال ان رئاسة وزراء مرفوضة من جهة السلطة ان تكون الى الشعب، فما هو؟ قرأت هذا المغرب وابن خليل رد عليه وانه قال آخر مرة خليل شاف ولي العهد سنة 2011 في شهر مارس، آخر مرة التقوا في شهر مارس 2011. أحسن. سنأخذ مداخلات. اللي استعد الأخوة يعقوب يوسف. استعد الأخ عقيل رضي عبد الله بعده، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر سماحة الشيخ علي سلمان وأشكر جهود الجمعيات السياسية في حل حالة الوضع. سؤالي يمكن يطرق إلى طرفين أو عدة هذا أسئلة راح تكون. ما هي رؤيتكم المستقبلية لبعض ما بعد الحل السياسي في الوطن؟ ونعلم ان هنا صار يعني في البلد وضع يريد ان يكون هناك زعزعة طائفية او نزعة طائفية ما بين الاخوان يعني السنة والشيعة، وهناك تدخلات اقليمية في البعد المستقبلي. يعني ونعلم احنا ان بلدان الجوار يعني تدخلت مسبقا، يعني بعد الحل وايش رؤيتكم المستقبلية؟ يعني هل يمكن تتدخل الدول الجوار يعني في بعد الحلول؟ وشكرا. الرؤية لما بعد الحل السياسي واللي على ضوءها يتكون جزء من الحل السياسي، وتم الإشارة إلى بعض القضايا المهمة في السؤال. نمتلك رؤية وطنية للحل وما بعد الحل، لذا لم نتحرك بمطالب طائفية ولا بمطالب عرقية، تحركنا بمطالب نقل الدولة من دولة القبيلة إلى دولة الشعب، بغض النظر عن دينه ومذهبه ومكان سكنه وهواه السياسي وما شابه ذلك. هذا المبدأ تقدر تأسس عليه بعدين دولة. إذا تحرك بالبعد الطائفي راح تدخل بلدك في نفق ما إلى نهاية. إذا نصر دائما عندنا مشكلة سياسية، عندنا حلول سياسية، عندنا البقية وين؟ سنة وشيعة وين؟ سنة وشيعة موجودين، عقائد سنة وشيعة موجودين، المسيحيين موجودين، اليهود موجودين، غير الدينيين موجودين، لن يمسهم أحد فيما يعتقدون، حرية الممارسة الدينية مكفولة إلى الجميع،
الحرية الشخصية مكفولة للجميع. احنا قبل لا نكون شيعة، قبل لا نكون سنة، احنا مواطنين بحرينيين. بلدنا ونظامنا يتأسس على أساس المواطنة البحرينية اللي ما تفرق بين بقية المكونات. في أي حال، في أي حال سياسي، لا نريد أن يظلم مكون ولا يضرب مجموعة ولا يؤسس إلى ظلم مجموعة. لا، نريد يحقق الإنصاف للجميع، لا يسمح بظلم أحد. ما في إنجاز كبير نقل الدكتاتورية من يد إلى يد، نقل الدكتاتورية من قبيلة إلى حزب، أو من حزب إلى حزب آخر، أو من أيديولوجية دكتاتورية حاكمة مسيطرة على الناس وملغية إرادتهم إلى أيديولوجية أخرى مسيطرة. والآن أصبح هذا واضح، أن النظام الديمقراطي يستطيع أن يكفل هذه الأمور، وإذا كانت في هواجس ومخاوف يتم علاجها في صياغة الحل. بس يجب أن يكون حل عادل حقيقي، لا يبقي الظلامات الموجودة ولا يفتح ظلامات. وهذه صعوبة شوي الموضوع، بس موضوع صعب ممكن متاح. في هذا الحال لا نريد أن تكون البحرين محل إلى لعبة إقليمية أو دولية ندفع ثمنها عدم استقرار، وندفع ثمنها يعني صراعات إقليمية داخل البحرين. في إدارتنا العملية الآن وعن ظهور هذا الحال وما بعد ظهور هذا الحال، نريد البحرين دولة تحتفظ بعلاقات إيجابية مع جيرانها. احنا دولة صغيرة، ما لنا مزاج عادي إيران، ولا لنا مزاج عادي السعودية، ولا لنا مزاج عادي أحد. فكرة بسيطة مالتنا، ما عندنا مزاج عادي أحد، ولا عندنا توجه ناخذ مواقف سلبية تجاهه. بالعكس، إذا كان بالإمكان تكون البحرين محل يتجمع فيه الناس ليقوموا بأدوار إيجابية فيما بينهم، هذا نشتغل عليه. بس ما نريد البحرين تفرق، نريد البحرين تبتعد عن الصراعات الإقليمية في حلولها وتجد أفق. أحسن، نتمنى من الشيخ إجازة قليلة. نعم، لكم كانت كلمة في هذا المعنى أيام السلامة الوطنية كما تسمى، بأن نتمنى من البحرين أن تكون محط للقاء بين إيران والسعودية وليس مكان للخلاف. فليتفضل أخ رضيع. السلام عليكم. عندي سؤال بالنسبة للتواصل الاجتماعي، بالنسبة للشباب لما يمسكون واحد في منطقة أو في أي موقع، تشوف رأساً يحطون صورته في الانستغرام، يعني في جميع التواصل الاجتماعي، فتشوف يكتبون عن الثائر الفلاني وشو سوى، وهذا هو بعد التواه يمكن مسكوه أو ما مسكوه يعني. فتشوف هاي السلطة تستغل هالأشياء يعني هذه، وماذا تقول في هذه؟ يلا كو سمعون بعد حتى ما يحطون. وما يمكن بعض الأحيان يسوون نوع، بعد يفكرون في نوع من الحماية، أنه إذا اعتقل حتى يكون الجهات المسؤولة التي اعتقلتها مسؤولة عنه، لا سمح الله يعذبونه يضربونه يعدونه. بس الملاحظة أيضا في مكانها، أحيانا أيضا على مستوى الجرحى يتم الإعلان عن وجود جرحى وصور، وبعدين هاي الجرحى يصير يتعقد وضعهم في الوصول للمستشفيات وقدرة معالجتهم، لأن تكون الأجهزة استنفرت للقبض على هؤلاء الجرحى. بما يتناسب يدار الأمر بما يتناسب. أخ عقيل مشيمة تفضل. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام. قبل سؤالي لا بد من المدح. أنتم جبهة عيسى قاسم. لا الله يحفظكم. نترك المدح ونجي. أنتم عين عبد الوهاب. أنتم بياض الخواجة. أنتم ملامح المحفوظ. أنتم ذهن شريف. أنتم لسان علي سلمان. أنتم كتف النوري. أنتم دقات قلب بالرجب. أنتم روح المقداد. أنتم
ظلم شيمع، أنتم بصمات سنجيس. لا ننسى ولا نتناسى بقية الرموز. رضي الله عنهم جميعا إن شاء الله. السؤال هو، أنتم دخلتون الحوار، الحوار بأسلوب الحجة بالحجة، مقابلة الحجة بالحجة، وهذا الحجة عموما هي مستوحاة من القرآن الكريم. سؤالي الشيخ علي سلمان، هل دخولكم في الحوار لآخر نفس؟ بس هالنقطة. السلام عليكم. وعليكم السلام. البحرين بحاجة إلى حوار حقيقي يوجد توافق وصياغة سياسية جديدة من أجل إدارة البلد. يبدو أن هذه الفكرة بتكون مسيطرة ومهيمنة، وممكن نتكلم عنها في 2011 ونتكلم عنها 2012 ونتكلم عنها 2013، إذا ما طلع حل نتكلم عنها في 2014. هذه الفكرة بتبقى ما لم تحدث تغييرات إقليمية كبرى. الفكرة الثانية، هذا النوع من الحوار، هذه الجلسات من الحوار، هذا اللي تعقد الآن، هل هي تحقق الهدف، تقرب من عنده، تبعد من عنده؟ هذه دراسة تكتيكية آنية، تكتيكية آنية. بعض الأحيان السلطة أو المعارضة من الحوار مكاسب معينة، ما تريد حال، تريد مكاسب معينة لاعتقادها بعدم إمكانية الحال أو عدم جاهزيتها إلى أو ما شابه ذلك، فتدرسون أمورهم بشكل تكتيكي. الحوار القائم الآن أو الذي مزمع أنه يبدأ مجددا، هذه مسألة تكتيكية. المبدأ ثابت، احنا بحاجة إلى حوار جاد حقيقي حتى يتوصل هالبلد إلى حل سياسي شامل دائم يحقق. لكن هذا الحوار أو ذاك الحوار أو هذا الحوار، هذه يرجع إلى قراءة ميدانية وقراءة موضوعية، ويمكن يكون هالأسبوع زين، الأسبوع الثاني خلاص. فإحنا دائما نقيم هذه العملية اللي قاعدة تصير، وهل لا زالت تعطي فرصة إلى البحرين أنها تجد حلها، وإلا لا، هذه فرصة غير حقيقية والآثار السلبية لها أكثر. ندرسها باستمرار، ولا موش سر يعني الجمعيات فيها تململ في داخلها على موضوع الحوار، قاعدة تدرسها، تحط رجول وتقدم رجول، أنه وهي في حالة تقييم مستمر. أحسنتم شيخنا. مجموعة أسئلة مختصر معناها، لماذا الإصرار على مسيرات مرخصة؟ أعتقد البعض أنها إذلال. لماذا لم تنظموا فعاليات القدس العالمي؟ ما هي الإجراءات ضد الهجمة الإعلامية والمشاركات المسيرات الليلية يعني يطلبون منكم النزول؟ إذا في إمكانية إلى تنظيم اعتصام مفتوح أو محدد الوقت أو مسيرة مع رفع أي مستوى من الخطر حول المشاركين فيها، هذا شيء جيد. ولكن إذا تعذر إقامة هذه المسيرة نتيجة إلى تعنت الجهات الرسمية، فلا يستلزم رأي الجهات الرسمية، ويتم الاعتماد والاعتداد بالقانون الدولي الذي يصر على أن حرية التعبير والتجمع والاعتصام المفتوح أو الاعتصام المؤقت جزء من أي نظام دولة وأي نظام ديمقراطي في درجات الدنيا، وهذا حق مكفول تكفل المواثيق الدولية. فإذا أغلقوا الباب على الحق في الاعتصام الدائم أو في المسيرة أو ما شابه ذلك، يكون الحق مفتوح وفقا إلى القانون الدولي. يوم منعونا مرة مرتين طلعنا المرة الثالثة. بس استراتيجيتنا احنا ان قدر الامكان، وهذا غير ممكن بالمطلق، يعني قدر الامكان تخفيف الكلفة علينا وعلى الدولة وعلى الطرف الاخر على كل الناس، بس هذا مو ممكن. لذلك في حساباتنا ان امكانية سقوط شهداء، امكانية سقوط جرحى، امكانية كذا، هذا موجود، وإلا ما يصير تغيير في ظل تعنت رسمي، عدم احترام للحريات والحقوق الأساسية. لكن ما أمكن إبقاء الثورة وإبعادها عن موضوع الكلفة وزيادة الكلفة استراتيجية نعتمدها، بس تحكمها استراتيجية استمرار الثورة
إذا بسكر الباب علي في المسيرات والاعتصامات السلمية وكذا لا بخرج. متى أقرر هذا متى أروح يخضع على دراستنا، بس في قرار واضح لا تتوقف الثورة تحت أي ظرف من الظروف، هذا قرار واضح. في أحدهم يسأل عن إمكانية الدخول في البرلمان القادم، أن ترشحون نفسكم وبعدين تعطلون البرلمان بانسحاب. لا، غير وارد بتاتا أي نوع من المشاركة التي قد تفهم أو تثير اللبس على مشروعية الواقع الذي لا يفرز سلطات حقيقية. هذه مرحلة الثورات العربية قطعت الخيط معها والله العالم، بالنسبة إلى أنه في البحرين قطع الخيط، وأعتقد بالنسبة لسائر الشعوب انقطع الخيط. اليوم ما عاد بالإمكان الفكرة القديمة اللي كانت موجودة وسائدة في كل البلدان العربية أن نتحرك من الأصعدة المختلفة بما فيها الآليات الموجودة. الإخوان المسلمين في مصر، الإخوان المسلمين في الأردن، في المغرب، في تركيا، في كل مكان، كل التيارات اليسارية الإسلامية كان هذا توجهها، المشاركة والعمل بكل الوسائل المتاحة بما فيه الوسائل المتاحة الشكلية داخل الأمر. بعد الثورات العربية هذا الأمر انتهى إلى أن الشعب يعبر عن إرادته من خلال المسيرات والاعتصامات اللي تسمى ثورات وهبات شعبية وحراك شعبي، وأن هذه هي الوسيلة إلى إحداث التغيير الجذري وليس الأمر الآخر. لو الأنظمة كانت فيها شيء من العقل وتساعدت وتعاونت وأعطت مرونة وأعطت مساحة من الانفتاح وسمحت بنمو المشاركة وفاعليتها، كان بالإمكان يصير تحول تدريجي يأخذ مدة زمنية أطول ولكنه يصل إلى تداول سلمي للسلطة. كل الفكرة هي التداول السلمي مطلوب، أما يتم من داخل طريقة مرسوم والناس تستريح إليه وتسكن وتركن إليه، أو الشعب يبحث عن طرق أخرى ويفجر ثورة ويفجر انتفاضة. ففكرة المشاركة في انتخابات 2014 منتهية، قرارها مأخوذ ولا تراجع فيها ما لم يحدث توافق سياسي جديد يعيد صياغة الواقع السياسي في البحرين. نقطة نهاية السؤال. هناك من يطالب بمسيرة تضامن مع الأخت العفيفة ريحانة الموسوي. كان في فعالية ويمكن تحضر قضية ريحانة في مناسبات مختلفة، ندوات أو برامج أو مسيرات، بحيث تبقى قضيتها موجودة. نعم، إذا أغلقت جمعيات سياسية ماذا ستفعلون؟ الثورة أكبر من الجمعيات، والثورة يحتضنها الشعب، والشعب إلى قدرة على توليد أساليب مقاومة وأساليب استمرار الثورة. ما ليس هناك من خشية حتى لو أغلقت الجمعيات السياسية على هذه الثورة. الشعب محتضن هذه الثورة، وسائل مختلفة، هناك رموز دائما موجودين داخل المعتقل برا المعتقل يشكلون بوصلة، وهناك حراك لن يتوقف، هناك حراك لن يتوقف. هذه صيغة تنظيمية تحاول أن تمسك بالإطر السلمية، تحاول تمسك بالفكرة الإصلاحية، تحاول تسرع الحال، تحاول تقلل التكلفة. إذا غابت هذه الأطر التنظيمية بقرار متعسف، الثورة ستستمر وتأخذ آلياتها وأدواتها وما شابه ذلك. والثورة في البلدان الغالب لم تنتصر لأن وجود قوة سياسية. الثورة في تونس انتصرت وفي مصر انتصرت بحالة شعبية، ما في تيار سياسي يعني تقول هو لا، اللي خلف الثورة هي حركة عفوية في تونس، واللي قاد الثورة مو الإخوان المسلمين ولا التيارات السياسية، شاركوا الإخوان المسلمين كمكون ومكون رئيسي في مصر وشاركة القوى السياسية الأخرى في الثورة، ولكن روح الثورة روح شبابية، وفي البحرين أيضا روح الثورة روح الدوار روح شبابية روح مجتمع. يعني الحين احنا كم احنا في الجمعيات السياسية، هذا الاجتماع الطيب الموجود، كم احنا اعضاء في الجمعيات السياسية؟ راح نشوف اقلية بس كلنا ثوار. ثورة عام. نعم سماحة الشيخ، هنا احدهم يقول بان المملكة السعودية دور كبير في قمع الانتفاضة، وبعض الفقهاء حرم التعامل مع بعض الجهات المعينة، وفي ناس يشيلون الاعلانات، وش في كلامتكم بخصوص هذا؟
دعونا دائما إلى أن تكون المملكة العربية السعودية جزء من الحل وليس جزء من المشكلة، وذكرنا في هذا الباب جزء من هذه الطريقة سحب قوات درع الجزيرة والعمل مع الأطراف المختلفة لإيجاد حل سياسي وليس تشجيع على خيارات مضرة بالبحرين وفي المنطقة. هذا الموقف ما لنا مستمر بها. نحن نقترب من نهاية اللقاء، فليتفضل أخ محمد عيسى بالمداخلة. محمد عيسى. شيخنا، بس عندي اقتراح أن المساجين ودرين اللي يعتقلون بشكل يومي، أنا عندي اقتراح أن كل قرية سوي له أشخاص معينة تسجل أساميهم، شيء الثاني دلين شلون عايشين، هذي يكونوا عندهم عوائل. فأنا أقول نقترح نسوي له صندوق، يعني كل واحد يتبرع بشيء معين له، حتى الفطرة احنا فيها حاليا إن هاي تستجمع وتصرف على العوائل. هاي العوائل على فكرة في ناس ما يدروا عنها، وأنا أخوي من ضمنهم انسجن 60 يوم، لقوا من لي محامي لين ما طلعوا ما كان عليه شيء. فلو في يعني أحد يقوم بدوره بالأخص في المحاماة. وشكرا. أوافق تماما على هذه الفكرة، موجودة في عدد من المناطق وكانت بارزة ولا زالت بارزة خصوصا مع ظاهرة الفصل، والموضوع يشمل كل المتضررين، معتقلين يحتاجون رعاية، موضوع المحامين لأنه في ضغط على عدد من المحامين، محتاجين ننشط محامين أكثر، محتاجين نوفر يعني أموال أيضا لمساعدة المحامين أو بعض مكاتب المحامين يدخلون في الدفاع عن القضايا السياسية، وسائر ضحايا في جرحى يحتاجون إلى العلاج، يجب أن يتوفر إليهم العلاج. في لازال عدد من المفصولين يحتاجون، في ناس محرومين من الدفاع، فقصص كثيرة موجودة عندنا. والفكرة الرئيسية هي الفكرة التي اقترحها الأخ محمد بأن يكون في كل قرية هناك مجموعة من الخيرين يتصدون، وهذه أمانة يعني واجب، أمانة واجب بالنسبة للمعتقل، بالنسبة للجريح، بالنسبة للمطارد، بالنسبة إلى المفصول، بالنسبة إلى كل متضرر. هذا معنى جزء من مشاركتنا في الثورة. مشاركتي في الثورة دينار أدفعه، مشاركتي في الثورة احتضان جريح، مساعدة الجريح، بكل الوسائل يجب أن نتضامن. وللإنصاف شعب البحرين قدم نموذج راقي من التضامن، مطلوب استمراره ومطلوب زيادة لاستيعاب أي نواقص حصلت. بس في الحالة الإجمالية الحمد لله، يعني ممكن تشير إلى قضية 210 100، بس احنا قضايانا بكام؟ بالآلاف، جرحانا بالآلاف، بس بالغالب أغلبهم يتعالجون بطريقة أو بأخرى. معتقليننا بالآلاف، بس ما حد ميت جوا لا سمح الله. في تصير صعوبات هذا الطبيعية، لكن في مجتمع قاعد يلتفت، واحد ينسى واحد كذا، بس الحالة الإجمالية في مجتمع يلتفت. أشدد على هذا المقترح وأن يكون في كل قرية. سماحة الشيخ، نأخذ من وقتكم 5 دقائق ممكن كثرة الأسئلة. الله يبارك يعني فيك إن شاء الله. نعتذر من الأخوة إن كان سهينا عن سؤال لضيق الوقت كما تعلمون. في ظل المداهمات اليومية وهذه المسرحيات التفجير والتصعيد انتهاكات والهجمة تجاهكم والتصعيد الأمني، هل نأمن على أنفسنا من هذا النظام؟ ما هي وجهة نظركم بخصوص القوانين الجديدة أيضا في هذه الفترة؟ لا، النظام لم يعطي سلوك أنه يبحث عن أمن المواطن. دائما مؤشرات النظام في سلوكه أنه يرعب المواطن، يرعب المواطن. فكرة المداهمات الليلية أو النهارية جزء منها مو لطلب اعتقال، التقرير بسيوني قال هذه فكرة مصممة للإرعاب، لبث الرعب. وهذه جزء من مشكلتنا عندما نقول الدولة لم تؤسس بطريقة سليمة بحيث تحمي مواطنيها. الدولة فكرتها خدمة المواطن بس، قيمتها في هاي. مرة كنت رايح أحد الدول الأوروبية في الشتاء
وكان قدامنا سيارة ترش ملح على الشوارع وتراب، رشون ملح وتراب حتى لا يصير في زلق، السيارات تزلق في الطريق. هاي الدولة، دولة لا تشعر بمسؤوليتها تجاه أي شيء يحدث، وإن هي مسؤولة أن توفر الحياة الكريمة، توفر الأمن، توفر الاستقرار، ما عندها أعداء. إحنا صايرة الدولة تعتبرنا أعداء، ولذلك يعني فلت خونة وعملاء والخارج وإيران وكل هذا، ويتصرفون بما له حاجة. يعني شخص اعتقلته ما له حاجة ضربة، ما له حاجة عذبة، ما له حاجة تشفى من عنده. لو عندك بينك وبينه خلاف سياسي، لو تدعي عليه أنه عمل مخالفة قانونية، بس ما هذا هو سلوك المؤسسة الرسمية. ما هي في منظوركم المعوقات التي تؤثر في الحراك السياسي وتعرقل من مسيرة الطريق إلى الحصول على منجزات الثورة؟ السلبية وإيجابية، أن البحرين جاية في ظل الثورات العربية. لو جت بروحها بعد يمكن ما حد يلتفت إليها، بس جت في ظل الثورات العربية وأحداث ساخنة، ووسائل الإعلام دائما تدور وين الدم أزيد، فكل ما صار دم أزيد في بلد تقدم في نشرات الأخبار. وإحنا لا نريد دم ولا شو اسمه. فجزء الحدث السوري سحب كثير من الضوء في شو اسمه الحدث الليبي سحب ضوء وسحب مواقف. يعني على المكشوف بعض الدول قالوا اسمحوا لنا الحين احنا نحطكم على البيعة في ليبيا، لأن نبى موقف خليجي فنسكت عنكم إلى ما نخلص ليبيا، فنروح في بيعة صفقات دولية، لأن الموقف الدولي يبى غطاء من مجلس الأمن، يبى فلوس حتى يضرب ليبيا، فلوس موجودة في الخليج، الخليج يقدرون يمررون قرار جامعة العربية وقرار مجلس الأمن. زين البحرين قال سكتوا الحين، زين الجامعة العربية بتجتمع في العراق، قالوا العراقيين أولا المؤتمر ينعقد ولا نثير موضوع البحرين، وبعدين المؤتمر ما ينعقد وما بيجون خليجيين. فساعات تصير أنت جزء من بيع وشراء وحط وما شابه ذلك. بالإضافة أن احنا يعني ابتلينا بنظام مستبد وغير منفتح على الواقع المطلوب إلى هذا اليوم. يعني في مسؤولية تحملها النظام بأكمله بكل رموزه، ما تقدر تشيل المسؤولية، لكن في بعض العقليات في النظام عايشة في قرون ماضية وقاعدة تتصرف على هالأساس. تعامل شعب البحرين، كل شعب البحرين بدون استثناء، بأنه رعية مو مواطنين لهم حقوق، لا أنا أتصرف مثل ما أريد. لا زالت في عقليات بهذه الطريقة ورافضة تتخلى عن شيء ما من حقك. يعني في مواطنة، في المفروض دستور، في قوانين، في كذا، ما يصير تتصرف أنت على هواك. ما في ملك للعباد والبلاد، هذا ما في، في عقد اجتماعي يسمونه، الدولة تقوم على عقد اجتماعي. قاعدة الدولة أرض وشعب، أرض وشعب، الشعب يحدد النظام السياسي، تكتون المرتكزات الثلاثة. احنا لازلنا نعيش بعقلية واحد اجا ويسمى روح انتصر وسوى روح غالب او فاتح او ما شاهد هذا، يريد يستمر بهاي العقلية، وهذه عقلية مقاومة للإصلاح. حتى الإصلاح المفيد إلك، الإصلاح اللي يخلي البحرين سمعته زينة، يخلي حكومة البحرين مقبولة، يخلي الأسرة المالكة في البحرين مقبولة، يخلي النماء الاقتصادي منفتح، يخلي كذا، هذه كلها مصالح مشتركة. بس العقلية هذه ما تفكر ساعات وتروح تضرر نفسها أكثر، ضررنا وضرر الآخرين وضرر البلد من أجل مكاسب يعني شهوانية ما هي واقعية، ما هي إنسانية، ما هي متحضرة. نعم سمعت الشيخ. هني في اقتراح من أحد الإخوة أن تكون هناك مسيرة سيارات يطوقون المنامة، وفي اقتراح ثاني مسيرات السيارات هي ضمن الأطر السلمية، ماشي ضمن الأطر السلمية. اقتراح ثاني عن مسيرة مثل 9 مارسيس، دائما موجود في المنعطفات التي تستلزم مسيرة على غرار 9 مارس، المعارضة عندها القدرة على إحداث هذه المسيرة، وسوت يعني عدد من المسيرات تجاوزت 100,000 ودارت بين 100,000 و250,000 تجمعات ومسيرات
ليس فقط 9 مارس، يمكن 9 مارس كانت هي الأبرز والأولى الأول بعد الانقطاع كمسيرة شاملة كبيرة جدا، بس بعدين صارت 18 أبريل و20 أبريل 18 مايو صار تجمع الاعتداء على بيت الشيخ تجمع استثنائي، وفي تجمعات واجد. فالجمعيات عندها والمعارضة الشعب بدرجة أدق، الشعب عنده القدرة على أن يخرج بأكثر من 50% منا إلى الشارع، وهو ما لم يحدث عند أي شعب آخر، ما لم يحدث عند أي شعب آخر. حسنتم. سننهي اللقاء بعد 5 دقائق إن شاء الله، إذا أحد ما قلنا سؤاله ممكن يتداخل شفهيا يستعد. سماحة الشيخ مقدم والد الشهيد علي مشيمة على السؤال، تفضل حاج عبد الهادي المشاركة. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. هم يعتبون يقول لك كم واحد في القرية مسجون، أو كل قرية مجوّد أو جريح. انت طبعا ما نباك منه، نباك ان طلعت مسيره سلميه، طلع صوره ولدك وارفعها في المسيره ولا تقعد في البيت، حق يعرفون الناس ان عندك واحد مجوت في القريه. في قريتنا كم بيت ينتهك ما يروح يبلغ ان انتهكوا بيته، يخاف ولا يتحرك، كله قاعد في بيته ما عليه من غيره ولا واحد. انت مسيراتنا كلها سلمية في كل القرى، كلها سلمية. هل شفت شباب من الكبار او ابو او ام او خد من الكبار طلعت ترفع صورة ولدها او اخوها؟ ما في، ما يطلعوا لنا الا الشباب الصغار وبس. في القرية مسيراتها السلمية، احنا مسيرات القرية كلها سلمية في كل القرى، ما شفنا من بعد حتى آباء الشهداء يطلعون يرفعون صور عيالهم. بارك الله فيك. شكرا. مزيد من المشاركة. في الآن في فكرة لإطلاق حملة على مستوى البحرين داخل والخارج لتسليط الضوء على موضوع المعتقلين. فريق العمل تقريبا قاعد يتكون، وأعتقد أن بتكون لها برامج شعبية ذات طابع شعبي واسع. يعني واحدة من الأفكار أن كل معتقل، كل أسرة معتقل تحضر في مسيرة مخصصة للمعتقلين، بحيث نسلط الضوء أكثر على هذه القضية، مهرجانات عامة شعبية لتسليط الضوء على هذه القضية. وأنا أؤيد فكرة المشاركة في المسيرات والاعتصامات السلمية التي تتم في القرى. كانت هناك مداخل بعد، لحظة بس نقرأ السؤالين لأنه ربع بنينه إن شاء الله. شيخنا يقول ما هو السبب الصمت الوفاق عن بعض الحوادث التي أودت ببعض الشهداء وآخرهم شهداء قرية سار والحادث الغامض بالشباب سترة؟ جزء من الموضوع متابعة الإخوان مع أهالي الضحايا والشهداء للتأكد من طبيعة قراءتهم إلى الحادث، وهل هم يتوصلون إلى أنه بسبب الأجهزة الأمنية أو إلى الأجهزة الأمنية أو الدولة دخل أو ما إلى دخل. وهذا أيضا يكتشف من استعداد الأسرة إلى تقديم بلاغ جنائي من عدمه، بحيث احنا ما نقدر نسبق الأسرة ونقول هذا شهيد وهم يقولون لا هذه حادثة طبيعية، وبعدين نتمشكل مع الأسرة ويقولون مشكلتونا ويقولون كذا. بعض المشاكل تتعلق بها الاتجاه، بس الضابطة ببساطة إذا تبين إلى الوفاق بعد إجازة أهالي الشهيد أو الضحية طبيعة أن هناك اعتداء أو تسبب اعتداء قوات الأمن بطريقة أو بأخرى إلى الوفاة، هذا المعنى الشهادة العرفي الموجود. نعم أحسنتم. فمتى ما تحقق ماذا في؟ أحسنتم. تفضل الأخ شاكر مسعد مشارك. بسم الله الرحمن الرحيم. اختصر عزيزي أحمد الله. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
سماحة الشيخ علي سلمان وجميع العاملين والمجاهدين وخصوصا أسر الشهداء، وبالخصوص تألمت والأخ أبو علي المشيمع وهو يتحدث، يعني مجرد فكرة لا يفهم أني الشيخ ولا أبو الشهيد خطأ في كلامه، مجرد وجهة نظر. يعني أنا لما أجي مثلا على سبيل المثال وأتخذ قائد معين كسماحة الشيخ آيات الله الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله، ومن خلال وجودي مثلا في الجامع كامل لدراس، عكس أن أنا ما أتواجد وأنقل مثلا أشياء على الشيخ، هذه تألم الشيخ. طبعا ما أنا ما أعلم الغيب، تألم الشيخ، تألمني قبل لا تألم الشيخ، بس اللي أوجهه شنو؟ لما أقول للشيخ مثلا أنا أدعو مثلا للأشياء السلمية وأنا أوافق الشيخ علي سلمان، ولا يفهمني أحد أن مثلا لما أقول الشيخ علي سلمان أنا جاي يعني أو أرفع الشيخ يعني في أعلى عليين، إنما الشيخ يعني أعتبره كأخ من إخواني. أريد يفيدني الشيخ مثلا بالنسبة إلى السلمية، أنا مع الشيخ، لكن شيخنا بعض الشباب قد يفهمني، يعني أمس أنا أو بارحة أمس باجي أتسمع في الحسينية، فأوقفني أحد الشباب قال لي شاكر ما تطلع، خل عندك شجاعة، خل عندك كذا، خل عندك شسمة. فأقول لي وإن اختلفنا في وجهات النظر إلا أن إحنا إخوة، والدليل على ذلك ذهاب آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم العلامة السيد عبد الله الغريفي جميع العلماء العاملين لخدمة الإسلام والمسلمين إلى مثلا وقت خروج الأستاذ المجاهد عبد الوهاب حسين الله يفرج عنه وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. فشيخنا ما أدري، إحنا نقول دائما إلى السلمية، وأنا من الناس اللي يؤيد السلمية وأيد، وليس ولا يفهمني أحد بأنني وفاق أو حق، فكلنا أخوة. فمقابلات بعض المقابلات إلى الشيخ عيسى إلى الشيخ علي سلمان كانت مثلا برا يدافع مثلا، يقول لي أحد المذيعين مثلا ليش تدافع مثلا عن الأستاذ، إن كان أستاذ ما أتذكر أستاذ حسن أو هذا، فهني يكون انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فخلينا يا أخوة نكون أحبة مهما كان، لا أضرب في مرجع أو فقيه أو هذا، لأن إحنا مهما بدلنا ومهما قدمنا، وأنا ما أنا شخص ما قدم شيء، أنا الفخر والتاج على رأسي أسر الشهداء، وإحنا معاكم إن شاء الله في السلمية، وما ننساكم إن شاء الله في كل صلاة نقومها ما ننسى دعائنا إليكم، والله يصبركم ونسأل الله التوفيق والسلام عليكم. أحسن رحمة الله، هي مشاركة مو سؤال. قبل الله من الجميع أيها الأحبة، الثورة هي تكامل أدوار، البعض يستطيع أن يحضر طوال الأسبوع مسيرات، البعض يستطيع أن يحضر ثلاثة أو يحضر ثنتين أو يحضر واحدة، بس روح الثورة تكون موجودة، مشاركة فعلية موجودة مع استمرار برامج الحياة الأخرى حتى نستطيع أن نستمر أكثر. نحن في حالة ثورة ونعمل على وصول هذه الثورة إلى تحقيق نتائج على الأرض، علينا أن نكون موجودين متواجدين في الأدوات والأساليب الثورية المختلفة، في الأدوات والأساليب الثورية المختلفة. وكما سبق في بداية الكلام وأكد عليه عدد من الإخوة المتداخلين، توحيد صفوفنا، إذا كان بيننا وجهة نظر مختلفة نحتويها بالنقاش والحوار الهادئ من أجل الوصول إلى أفضل نتيجة إلينا جميعا. بقى هذا الخلاف قائم، يجب أن يبقى الاحترام متبادل حتى وإن بقى الخلاف في وجهة النظر قائم، لا يصرف فيه الجهد ولا تبذل فيه يعني الطاقات، وإنما الطاقات يجب أن تتوجه إلى الجهة الرئيسية التي تحرمنا من حقوقنا وتصادر علينا إنسانيتنا ومواطنيتنا. فر الله لي لكم أيها الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكور سلام. اللهم سلام.